ليك اي تعقيب تاني في الاختيار القائمه الدوليه في الحكام؟ دي كارثه. دي كارثه. ليه بقى؟ كل مسؤول عايز واحد، عايز حكم. وتجديد الحكام تقاعدوا او بلغوا السن. ابو كلاتنبرج ده فين؟ هو عاشور فين؟ انا واضح ان هو هيبقى يعني يا كابتن مدحت يعني كلاتنبرج ده يعني بس احنا جبنا مدرب اجنبي عشان يشيل الحكم بتاع ده، رئيس لجنه حكام اجنبي عشان يشيل الشيله لو في مصيبه. طب ممكن بيسالوه فين يا كابتن؟ ما احنا مش عارفين برضه في الكواليس. هو فين؟ لا هو واضح ان مفيش كواليس. هو فين اللي حاصل ده؟ ما انت حضرتك شوف اتعلن عنه، هو اديله فتره مش باين. ما هو كان مسافر في اليونان. كان في اليونان. يعني اتعلن عن تجديد لحكام بلغوا السن القانوني. مثلا اليونان دي مش سفر. اليونان دي ساعة وعشر دقايق. ماشي بس. طب بالظبط بتطلع الطيارة بتنزل في أسين على طول. قعد كام يوم هناك؟ نعم. لا بص يا كابتن. بص احنا في مشهد مأساوي وعبثي وفي كوارث من ساعة ما المجلس الحالي تولى المسؤولية. بداية من التعامل مع ملف كارلوس كوروش وإقالته والطريقة اللي يقيل بيها. نختلف نتفق على أدائه لكن الطريقة بيها. وبعدين التضحية أو ذبح إيهاب جلال. ثم التعاقد مع فيتوريا اللي أنا مش فاهم لغاية دلوقتي هو الأربع سنين ليه طالما ما فيش وعود. يعني الأربع سنين ليه ما كنا جربنا سنة طالما بقى ما فيش وعود؟ بس احنا برضو خلينا ايه يا أستاذ شريف يعني نشوف في الأول المنتخب هيبقى شكله ايه. طبعا ليك رأيك ليه كل الاحترام، أنا بس بمجرد معقب مش يمكن نلاقي الشكل حلو وبالتالي الراجل ده يبقى ناجح؟ المنتخب الشكل ده ما المنتخب بدأ بداية غلط. لا شكل الفرقة النتائج لا بتوصل. أيوة النتائج طبعا البداية بداية غلط. بداية القصيدة زي ما بيقولوا كفر. ليه؟ أنت جاي بتلعب مع النرويج وليبيريا واحنا مش هنخلص من النرويج النيجر وليبيريا مش هنخلص احنا مكسب. هي المشكلة في النيجر وليبيريا ان هم مش هيزودوا لك التصنيف بتاعك. لا ولا تصنيف ولا حاجة. بعيد قوي. أنت احنا كابتن مدحت أيام الجوهري كان بيلعب مع مين؟ أيام حسن شحاتة كان بيلعب مع مين؟ هو في ماتش احتمال يبقى مع بلجيكا مش احتمال. ماشي ده بلجيكا ده جاي يعني ده جاي هو أصلا جاي هو عايزك أنت عشان يتمرن عليك عشان أنت شبه فرقة. طب يعني نلعب ولا ما نلعبش؟ يا باشا نلعب بس احنا بمزاجنا احنا اللي نخطط احنا اللي نعمل احنا عاوزين ايه؟ أنا مش أبقى تحت رحمة الدول. أنا عايز ألعب معاك عشان أنا رايح ألعب في كأس العالم عشان في فرقة شبهك. هو عمره ما هيلعب معاك الا اذا كان. لا يا باشا مش معنى كان احنا كنا بنلعب مع الارجنتين ومع اوروجواي ومع بلجيكا ومع انجلترا ومع فرنسا ومع كل ده لعبنا معاهم. لعبنا مع البرازيل ومع فرنسا قبل كاس العالم. انا رحت لعبت رحنا ما لعبنا مع اسبانيا. لعبنا مع اسبانيا ولعبنا مع اسبانيا. انا رحت الماتشات دي كلها مع فرنسا مع حضرتها كلها في الملعب. فين الكلام ده؟